أشرت في الخطبة الأولى إلى تزايد حالات الانتحار في المجتمع وأن هناك في البين عاملين من الممكن أن يؤخذ بعين الاعتبار كنوع من الوقاية وأيضا المعالجة لمثل هذه المشكلة العنوان الأول الذي ذكرته ارتبط بحاجة المراهقين الى وجود سند وخاصه الوالدين العنوان الاخر الذي اشرت اليه سريعا هو عنوان التربيه الايمانيه وتركيز هذا البعد المرتبط بعلاقه الانسان بالله سبحانه وتعالى وباليوم الاخر والمفاهيم الايمانيه السليمه التي تزرع لدى الابناء بحيث تكون بالنسبه اليهم رافدا مستمرا لزراعه الامل في نفوسهم في مقابل حاله الاكتئاب المرضي في مقابل القلق المرضي في مقابل الضغوطات النفسيه التي قد تدفعهم للتفكير في الانتحار الان تعالوا معي نتوقف قليلا عند الرساله برقم واحد وثلاثين من نهج البلاغه او الكتاب برقم واحد وثلاثين من نهج البلاغه وهو عباره عن وصيه امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام لابنه الحسن عليه السلام بعد منصرفه في معركه صفين في منطقه قريبه من هناك كتب له هذا الكتاب والشريف الرضي ضمنه في نهج البلاغه هناك يبين الامام عليه السلام كيف ان التربيه الايمانيه وتعلق قلب الانسان بالله واليوم الاخر يجعل هذا الانسان عنده ابواب للامل وابواب لمواجهه طرق لمواجهه الصعوبات والضغوطات النفسيه التي قد يعاني منها في هذه الحياه يقول في جانب من هذه الخطبه واعلم ان الذي بيده هذا اب يحدث ابنه يعني حتى نفهم هذه الوصيه لا نتصور امام يكلم امام بحيث يقول الواحد شلون امام يوجه مثل هذا الكلام الى امام وينبه على هذه النقاط المفروض ان هذه بديهيه عند الامام الحسن اب يكلم ابنه من هذا الموقع حين ذاك سنفهم الوصيه هذه بشكل سليم واعلم ان الذي بيده خزائن السماوات والأرض قد أذن لك في الدعاء وتكفل لك بالإجابة عندما يقول الإمام عليه السلام أن الله بيده خزائن السماوات والأرض هذا لا يرتبط بالجانب المادي فقط يعني بجانب المال كذا حتى بالجانب الآخر بالجانب المعنوي بكل شيء كل ما في هذا الوجود هو بيد الله عز وجل وكل عطاء يتوقعه الانسان كل رافد كل غذاء روحي معنوي جسدي كل شيء في الحياه خزائنه عند الله سبحانه وتعالى هذا واحد ثانيا هو الكريم الذي لا يبخل وهو الغني الذي لا ينتهي ولا ينفذ ما لديه وبالتالي عندما تقدم على الله عز وجل بمثل هذه الحاله ستقدم عليه بكل رحابه ودون اي قيود فما المطلوب من عندك يقول علي عليه السلام كل المطلوب من عندك ان تقدم طلبك او طلباتك بالصوره السليمه وامرك ان تساله ليعطيك وتسترحمه ليرحمك يعني يكون في توجه معنوي يكون في خشوع يكون في احساس بالذل امام عظمه الله عز وجل مو بحاله استكبار يكون الانسان يتوجه بهذه الصوره بطلب الاستعطاف بطلب الاسترحام احساس بالنقص والضعف حين ذاك الله سبحانه وتعالى يفتح لك من خزائن ما شاء ثم يقول الامام عليه السلام بأن ايضا مع عظمة الله عز وجل الذي هو مالك هذا الوجود أنت لست بحاجة لا إلى واسطة ولا تحتاج إلى شفيع ولا تحتاج إلى أحد كي يوصل لله عز وجل دعاءك أبواب الدعاء مفتوحة لك بشكل مباشر فقط قل يا الله فقط قل يا رب والله سبحانه وتعالى يعطيك والله عز وجل يفيض عليك من رحماته وكراماته هذا واحد ثانيا إن كنت تخاف من الفضيحة إذا الإنسان مرتكب ذنب إذا الإنسان على سبيل المثال عنده ناقص إذا الإنسان عنده مشكلة ولا يحب لأحد أن يطلع عليها يقول علي عليه السلام وهل طلب منك أحد عندما تدعو الله عز وجل ان تذهب لانسان وتقول له عندي مشكله وكذا وكذا، يعني احنا مو مثل على سبيل المثال عند الكاثوليك لازم تروح انت عند القسيس وعند ال... تقعد عنده او الراهب وبعدين تعترف له بذنوبك، ابدا المساله ليست هكذا. مباشره مباشره الخط مفتوح مع الله عز وجل، ولم يجعل بينك وبينه من يحجبك عنه ولم يلجئك الى من يشفع لك اليه ما يحتاج تروح لاحد فقط قل يا الله ثم الامام عليه السلام يقول كانه يقول انا اعلم بان البعض لربما يتصور ان الاخطاء التي ارتكبها في الماضي الذنوب التقصير البعد عن الله عز وجل الانغماس في المعاصي والملذات لربما هذه تمثل حاجزا نفسيا عند البعض بحيث يستحي او يعتبر ان هذه الامور لن تسمح له بان يصل دعاؤه الى الله عز وجل او يصل والله عز وجل لا يستجيب له يقول الامام ابدا المساله ليست هكذا كل ما عليك ان تقبل بنيه صافيه ان تبين لله عز وجل ندمك على ما مضى وأنك لا تريد العود إلى هذا الواقع الفاسد أو المخطئ أو المذنب وأقبل على الله عز وجل والله عز وجل يقبل عليك ولم يمنعك إن أسأت من التوبة هذا العنصر الآخر اللي يفتح باب الأمل أكثر وأكثر ثم إن الرحمة الإلهية بمكان بحيث أن الله يمهل الانسان ويمهل الانسان ويمهل الانسان ولا يعاجل بالعقوبه ثم هو من الرحمه عز وجل بحيث انه الستار الذي لا يفضح عبيده العبد هو ممكن يفضح نفسه لكن الله عز وجل ستار وبالتالي هذا ايضا يفتح باب امل اخر للانسان ولم يعاجلك بالنقمه ولم يعيرك بالانابه انت تروح لانسان اخطات بحقه يقول تتذكر انت ايش سويت فيني الحين جاي تعتذر يلا ماشي مو مشكله هذه بروحه هي بمثابه السكاكين التي تطعن في هذا الانسان المعتذر عندما يذهب الى صاحبه هل الله سبحانه وتعالى يمارس شيء من هذا القبيل ابدا ولم يعيرك بالانابه بل الله سبحانه وتعالى يحب هذه الانابه يحب هذه التوبه ولم يعيرك بالانابه ولم يفضحك حيث الفضيحه بك اولى عندما يرتكب الانسان مثل هذه الامور يستحق ان يفضح لكن الله ما يفضح ولم يشدد وايضا الله سبحانه وتعالى بعد ان تذهب انت اليه لا يكشف اوراقك لاحد ويقول ترى فلان الفلاني جاءني وسوى كان مسوي كذا ومسوي كذا ومسوي كذا واعتذر لي وانا غفرت له ابدا المساله ليست هكذا ولم يشدد عليك في قبول الانابه ترى رحمه الله سهله توبه الله عز وجل سهله ليست بصعبه لا تسمح للشيطان بان يسول لك بان الله لن يغفر ذنوبك لو كانت باي حجم لكن بشرط صدق التوبه ولم يشدد عليك في قبول الإنابة ولم يناقشك بالجريمة خليك فقط أنت تعرض اللي عندك ما يناقشك فيها إن بل أنت سويت كذا عن عمد إن بل أن هذا المهم أنت مو صادق في كذا أبدا ولم يناقشك بالجريمة ولم يؤيسك من رحمة من الرحمة طيب والمسألة الإمام علي عليه السلام يقول والمسألة أيضا ليست معقدة ثم انت لا تتعامل مع موجود حقود بحيث اخطات بحقه فيراكم ما اخطات بحقه ثم ياتي في يوم ما وينتقم منك ابدا وانت لا تتعامل مع موجود معقد يحب اذاك ويتلذذ عندما يجدك تعاني ابدا يقول عليه السلام بل جعل نزوعك عن الذنب حسنه هذا واحد مجرد انك تقول يا رب انا استغفر اليك مما ارتكبت انا تائب من هذا يغفر لك ويعطيك حسنات يعني يعطيك كريدت هذا واحد وحسب سيئتك واحده وحسب حسنتك عشرا هذه ايضا من رحمه الله وفتح لك باب المتاب وباب الاستعتاب ومن هنا يعني تقول يا رب لك العتبه انت حقك ان تعتب علي ولكن انا يا ربي اتطلع الى رحمتك من هنا يقول علي عليه السلام فاذا ناديته سمع نداك واذا ناجيته يعني بشكل سري خاص بعيد عن اعين الناس واذا ناجيته علم نجواك فافضيت اليه بحاجتك وابثثته ذات نفسك كل اللي بقلبك تبثه الى الله عز وجل وشكوت اليه همومك واستكشفته كروبك واستعنته على امورك وسالته من خزائن رحمته ما لا يقدر على اعطائه غيره مثل ماذا يقول علي عليه السلام من زيادة الاعمار وصحة الابدان وسعة الارزاق والامثلة كثيرة وكثيرة وفوق ذلك يقول عليه السلام ثم جعل في يديك مفاتيح خزائنه انت بيدك بيدك هذا الامر لا بيد احد المفتاح عندك لربما الانسان يكون مضيع هذا المفتاح يستطيع ان يجده مجددا مجرد اقبال حقيقي ثم جعل في يديك مفاتيح خزائنه بما اذن لك فيه من مسالته يقول لك مره مثلا قل عشر مرات يا الله الله سبحانه وتعالى يعطيك ما تريد اقبل علي باخلاص اعطيك ما اريد ما تريد اطلب حاجاتك اطلب التوبه اطلب ان الله يخفف ضغوط النفسيه عليك اطلب يخفف عنك الضغوط الماديه يعطيك الله عز وجل ويفتح لك ابواب الرحمه ثم علي عليه السلام يقول هل تريدون من مزيد لتعرفوا سعه رحمه الله عز وجل وباب الامل العظيم المفتوح لعباده يطرح هذه الفكره هل هناك وقت مخصوص لكل ذلك لا هل يحتاج تروح مكان محدد لمثل ذلك لا فمتى شئت استفتحت بالدعاء ابواب نعمته واستمطرته شابيب رحمته متى ما شئت اين كنت المساله ليست محدوده بمكان او زمان نعم هناك مكا اماكن مفضله كالمسجد البيت الحرام بجوار النبي بجوار الامام ولكن ولكن لو منعك مانع من ذلك حيث ما كنت تستطيع ان تطلب من الله عز وجل ما تشاء ثم يطرح الامام عليه السلام اشكاليه يرددها البعض البعض يقول طلبت اكثر من مره طلبت امور ما تحققت وخاصه نسمع هذا الامر من هذا النموذج من المراهقين اللي يعيشون الضغط النفسي وتهويل الامور الى اخره يقول انا دعيت ما صار انا طلبت من الله سبحانه وتعالى ما صار فبالتالي هذا الكلام اللي تقولوا لنا يا كلام نظري مو حقيقي او في مشكله في البين احنا مو فاهمينها بالنتيجه كيف يكون هو السميع العليم الذي بيده خزائن السماوات والارض ولم يتدخل لحل مشكلتي هذه ولم يرفع عني هذا الضغط النفسي فاذا لا تطالبوني بالمزيد من الاقبال على الله عز وجل فانا يائس من هذه الناحيه الامام عليه السلام يعالج في عده نقاط هذه المساله يقول فلا يقنطنك إبطاء إجابته إذا تأخرت الاستجابة، فإن العطية على قدر النية ممكن لا مشكلة عندك، أنت ما عندك توجه ممكن الإنسان هو ما عنده توجه ممكن الإنسان نية نية شين ما هي نية خير هو يتصور أن الأمر خير في الواقع هذا الأمر فيه إضرار بالناس فيه إضرار بنفسه لربما الشيطان زين له هذا الأمر والواقع أن هذا الأمر أمر سوء ومن رحمة الله وحب للعبد يمنعه عنه هل هذا هو السبب الوحيد؟ يقول عليه السلام وربما أخرت عنك الإجابة ليكون ذلك أعظم لأجر السائل أنت لم تخلق فقط لهذه الدنيا في حياة أخرى تنتظرك وتحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى حسنات إلى ثواب في رصيد عندك من أين يأتي الرصيد؟ بطرق مختلفة واحدة من هذه الطرق الإقبال على الله المرة والأخرى وإعلان التوبة والندم وغير ذلك تكرار هذا الأمر رصيد الإنسان يرتفع ويرتفع ويرتفع يجده في الآخرة حاضرا عند الله عز وجل وأجزل لعطاء الآمل وأيضا يقول عليه السلام وربما سألت الشيء فلا تؤتاه مو يتأخر أصلا ما تحصله وأوتيت خيرا منه عاجلا أو آجلا اصبر أنت ما تقول الله حكيم ما تقول الله عند خزان السماوات والارض سميع عليم عليك أن تصبر وتوكل الأمور إلى الله عز وجل الله خاش لك شيء عاجلا أو آجل راح تشوفه راح يكون هذا الخيار أفضل بمراتب مما كنت انت تريد او صرف عنك لما هو خير لك فلرب امر قد طلبته فيه هلاك دينك لو اوتيت. دينك يخرب ممكن تعمر في جانب من دنياك تحقق شويه لذات كذا دنيويه لكن اخرتك تكون مخربها بسبب هذا. فالله سبحانه وتعالى ما يستجيب لك حبا لك. لأن يحبك هو يمنعك لا لأنه والعياذ بالله لا يريد أن يعطيك أو بخيل أو لا يسمع أو لا يعلم حاشا من هنا نقول هذه المفاهيم الإيمانية بهذه الرحابة لو أنها تقدم على الدوام إلى الأبناء بشكل متكرر بحيث دائما تزرع عندهم الأمل عند المراهقين من خلال وسائل الإعلام من خلال مدارس وزارة التربية من خلال والدين من خلال القنوات المختلفة عندما تقدم بشكل مستمر للمراهقين للناس اللي يعانون من ضغوطات نفسية فتح باب هذا الأمل الكبير لا شك أنه يكون جزء من الوقاية وجزء من المعالجة لهذه المشكلة الخطيرة التي قد يواجهها الإنسان في حياته اختم بملاحظه مهمه ايضا في هذا الطريق. بعض اولياء الامور يرشدون ابنائهم الى البعد الديني وكذا وفعلا الابناء يتمسكون ولكن قد يتمسكون بشخص خاطئ او بجهه مثلا عندها تدين ولكن عندها من الانحرافات الفكريه او من التطرف او غير ذلك ما قد يقود الابناء الى مشكله جديده. وبالتالي المساله ليست فقط توجيه نحو التدين وانما ايضا متابعه الابناء لان وقوع الابناء ايضا في مثل هذه البيئات ذات الصوره الدينيه والغلاف الديني وفيها مشكلات كثيره واحيانا قد تكون في واقعها خطوط شيطانيه وغير ذلك قد يكون هذا هو بحد ذاته يوقع الأبناء في تحت ضغوطات نفسية أخرى من نوع آخر أو لا سمح الله في يعني مشكلات سلوكية معينة وبالتالي قد ننقذهم من شيء ونوقعهم في اتجاه آخر هذا يستدعي المتابعة حسن اختيار تحتاج إلى عملية توجيه كي تكون هذه التربية الإيمانية بالصورة السليمة إن شاء الله تعالى إن إحدى سبل الوقايه من تزايد حالات الاقبال على الانتحار بين المراهقين تتمثل في تامين البعد الروحي والمعنوي لديهم بحيث يتحقق لهذا المراهق الشعور بان في حياته سندا يثق به ويستطيع ان يعتمد عليه ويستعين به في مواجهه تراكم الضغوطات النفسيه. والوالدان او احدهما هما افضل من يقوم بهذا الدور، وغيابهما معا سيخل بهذا سيخل بهذا الدور الحيوي والحساس. كما ان من شان تقديم المفاهيم الايمانيه والتذكير بها ان يعمل على ترسيخ روح الامل وتمكين مستوى ضروري من الطمأنينة النفسية التي يقاوم بها المراهقون وساوس الانتحار أو الإقبال على تعاطي المخدرات في محاولة للتخلص منهم أو التخفف من الضغوطات النفسية المتراكمة أو الضغوطات النفسية المهولة التي تتضخم في مخيلتهم بسبب تضخم البعد العاطفي عندهم او حتى لربما الاقبال على الجريمه كاعلان عن الاحتجاج على اهمالهم ان جانبا مهما من العنايه بالبعد النفسي عند الانسان ان لا يغيب عنه ذكر الله عز وجل فالله تعالى يقول ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا فقد يملك الانسان خزائن ملك قارون ولكن الوصف الحقيقي لحياته انها معيشه صعبه ضيقه خانقه وما دام ان الاعراض عن ذكر الله عز وجل لا يؤدي الا الى المعيشه الصعبه الخانقه لذا فسيكون من البديهي ان يقبل الانسان. على ذكره سبحانه الا بذكر الله تطمئن القلوب ولا ننسى اننا مقبلون على ليله القدر ليله الاقبال على الله بكل رحابه وبعيدا عن اي قيود وموانع فلنحرص على ان لا نضيع هذه الفرصه اخيرا تحيه ودعاء من القلب لابطال المقاومه الفلسطينيه الذين لقنوا الصهاينة درسا كبيرا بأن العبث بالمقدسات والتعدي على الحرمات والعدوان على المتعبدين والمعتكفين في المسجد الأقصى لن يمر مرور الكرام